السلام عليكم طلاب. بعد ما كملنا الدي سي جنريتر، اليوم راح ندخل بالدي سي موتور. دي سي موتور برينسيبل، مبدأ عمل الدي سي موتور: A machine that converts DC power into mechanical power is known as a DC motor. هنا شو يقصد؟ الموتور يكون إلى الانبوت هو دي سي باور، والاوتبوت هو ميكانيكال باور عكس الجنريتر، يعني يحول الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية. Its operation is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a mechanical force. الأوبريشن، مبدأ عمل الموتور، هو إذا الكوندكتر يمر داخل التيار كهربائي والموصل كوندكتر يكون موضوع داخل تأثير المغناطيك فيلد، مجال مغناطيسي، فهناش راح تنتج ميكانيكال فورس، قوة ميكانيكية. تيار يمر داخل موصل والموصل يكون تحت تأثير مجال مغناطيسي، تنتج عنه الميكانيكال فورس، قوة الميكانيكية. The direction of this force is given by Fleming's left hand rule and magnitude is given by. هنا يقصد direction، اتجاه الفورس، القوة تتحدد بواسطة من قاعدة فليمينغز اليسرى، اللي هي احنا هسه اتجاه التيار معلوم لان هو انبوت، واتجاه الفيض اللي هو من البول ايضا معلوم، فنقدر نستنتج اتجاه القوة عن طريق فليمينغز ليفت هاند رول. هسه هنا هذا الرسم يوضح شلون نستنتج الاتجاه. السبابة يمثل هو الماجنتيك فيلد، اتجاه الفيض المغناطيسي، والوسطى اتجاه التيار، فهنا الاتجاهين معلومات نستنتج من عدة اتجاه الفورس اللي هو اتجاه الإبهام. هاي بالنسبة لاتجاه الفورس. الماجنتيود، قيمة الفورس، تساوي الفلكس دينسيتي، البي الفلكس دينسيتي، كثافة الفيض المغناطيسي، في التيار اللي يمر بالكوندكتر بالموصل، والال اللي هو طول الموصل، طول الكوندكتر. كونستركشن، بالنسبة لتركيب الموتور، هو نفس الجنريتر، يعني المشين بصورة عامة هي نفس الكونستركشن، فقط الاختلاف بالانبوت والاوتبوت، سواء للجنريتر او الموتور نفس الكونستركشن. working of DC motor: when the terminals of motor are connected to an external source of DC supply. بالموتور، terminals اطراف الموتور تربط الى DC supply، زين، اللي هو الانبوت، والفيلد ماجنتيك، الفيض المغناطيسي، منين؟ من البول، من الاقطاب N and S pool، زين. هسه هنا هذا الرسم هنا يوضح شلون الورك للدي سي موتور. هنا عنده هاي البول، اقطاب المغناطيسية اللي هي ينتج منها الماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي، وهذا هو الارميتشر، وهنا مثبت عليه الكوندكترز، الموصلات، هذه هي الموصلات. نصف هسه هذا الجزء من الموصلات اللي هو يكون تحت تأثير الان بول، نورث بول، يكون التيار بيها بنفس الاتجاه اللي هو هسه هنا علامته كروس، يعني داخل للبلين، داخل للصفحة، زين. راح نفرض هنا التيار بهذه الموصلات اللي هن تحت تأثير القطب نورث بول، راح يكون اتجاه التيار داخل البلين، في حين اتجاه التيار بالموصلات بالجزء الآخر من القطب، القطب الآخر هذا هنا، يكون اتجاه التيار عكس ذاك الجزء هنا، عكس اللي هنا. فهنا هذه الموصلات اتجاه الماجنتيك فيلد يكون بهالاتجاه، واتجاه التيار الكروس اللي هو داخل، فالفورس اللي ناتجه هذا اتجاهه،
هاي الأسهم تمثل اتجاه القوة الميكانيكية. نجي لهذا الجزء الثاني اللي هو هنا انعكس اتجاه التيار وأيضا اتجاه الفيلد انعكس، فراح تبقى اتجاه الفورس ثابت لأن اثنين انعكسن التيار والفيلد، فالفورس راح يبقى نفس الاتجاه. هاي القوة مجموع اتجاهات القوة راح تؤدي إلى دوران الأرميتشر بهذا الاتجاه اللي هو الأنتي كلوك وايز. هسه على هذه الفرضية اتجاه الأرميتشر، دوران الأرميتشر يكون عكس عقارب الساعة. بما أن هنا عندنا دوران أرميتشر، دوران الأرميتشر إيش راح ينتج؟ ينتج عزم درايفنج تورك، هو اللي راح يسوي استمرارية في دوران الأرميتشر. باك أور كاونتر إي إم إف. هسه إحنا ذكرنا إنه دوران الأرميتشر داخل مجال مغناطيسي، والأرميتشر طبعا مثبت عليه الكوندكترز الموصلات اللي هي يمر بيها التيار. فهنا وين the armature of DC motor rotates under the influence of the driving torque, the armature conductors move through the magnetic field, and hence EMF is induced in the earthen generator. هنا شو يقصد؟ يقصد إنه دوران الأرميتشر داخل مجال مغناطيسي، وهذا الأرميتشر طبعا يحتوي على مثبتة عليه الموصلات يمر بها تيار، شو ينطي؟ يحث قوة دافعة كهربائية كما هو الحال في الجنريتر. لكن هنا القوة الدافعة الكهربائية بالموتور هي تكون معاكسة الـ EMF، معاكسة للفولتج سبلاي، لأن احنا هنا شدنا بالموتور يكون أطراف الموتور مربوطة إلى DC سبلاي. زين، فالـ EMF اللي تنتج في الأرميتشر تكون معاكسة للـ V سبلاي، زين، اللي هي تسمى الباك أور كاونتر EMF، تكون معاكسة للتيرمينال فولتج. إذن هسه اتجاه الـ EMF هي معاكس للـ V حسب قانون لينز، لا اللي هو إذا تولدت الباك EMF أو الـ EMF تكون معاكسة للـ V سبلاي. زين، قيمة الإكويجن للـ E الـ EMF هي نفسها اللي أخذناها بالجنريتر، هي الفلكس في number of conductor في السرعة الـ N في الـ P number of pole على 60 في A اللي هو الـ parallel path، وتكون دائما less than the applied voltage، أقل من الفولتية السبلاي. هسه هنا هذه هي دائرة الموتور الـ V supply، فهنا الكرنت يكون input للأرميتشر، جزء منه يروح للأرميتشر والجزء الآخر يكون للشنت فيلد. الباك EMF هذا اتجاهها معاكس للفولتج سبلاي، وهذا اتجاه الأرميتشر كرنت. فهنا إذا ردنا نحسب الباك EMF شو يساوي لي؟ ال V ناقصا ناقصا ال IARA الفولتية ناقصا الأرميتشر دروب اللي هو الأرميتشر كرنت في المقاوم. إذا أريد نحسب الأرميتشر كرنت شو يساوي لي؟ لأن هسه ال EB يساوي لي ال V ناقصا IARA، ال IA إيش راح يساوي لي؟ ال V ناقصا الباك EMF على مقاومة الأرميتشر. هنا ال V هسه قيمة الـ V تكون ثابتة لأن هي voltage supply، مقاومة الأرميتشر أيضا كونستانت، فقط من هنا الـ E الـ back EMF هي المتغيرة وهي اللي تحدد التيار اللي يمر بالأرميتشر. الـ E شو يساوي لي؟ الـ flux في number of conductor سرعة number of pole على 60 في الـ parallel path. هنا السرعة هي إذا زادت السرعة يعني شنو؟ زيادة الباك EMF، فمن تزداد هنا السرعة الـ EMF راح يقل الفرق هنا فيقل التيار، والعكس صحيح، يعني زيادة الـ EMF
تعني نقصان التيار، لأن الفرق هنا راح ينقص، وإذا نقصت الـ EMF راح هنا الفرق يزداد، فيزداد الأرميتشر كرنت. significance of back EMF. الباك EMF بالموتور، أهمية الباك EMF بالموتور تعتبر ك self-regulating machine، تعتبر منظم ذاتي للمشين، لأن إحنا ذكرنا قبل شوية الباك EMF هي اللي تحدد كمية التيار اللي يمر بالموتور أو بالأرميتشر. زين، فهسه إذا حسب، طبعا حسب اللود، يعني إذا الموتور كان في حالة no load فمعناته ما يحتاج تورك عزم، فقط يحتاج تورك قليل لللوسز، الفرنكشن والويندج لوسز، لان اوتبوت ماكو نو لود. زين، لذلك راح يكون الارميتشر كرنت سمول، كمية قليلة من الارميتشر كرنت. فعلى هذا الاساس يعني، لان الفي الباكي ام اف يساوي للفي الفولتج سبلاي ناقصا الارميتشر دروب اي اي ار اي، فتقريبا الباكي ام اف راح تكون كميتها مساوية تقريبا للفولتج سبلاي، لان الاي اي ار اي الارميتشر كرنت يكون قليل جدا. هاي بالنسبة للنو لود. if the motor is loaded the first effect is to cause the armature to slow down and hence the back EMF falls. هنا إذا الموتور لودد، يعني هنا صار حمل للموتور، أول شيء إيش راح يصير للأرميتشر؟ slow down، راح يبدي الأرميتشر يتباطأ. بالمقابل الباك EMF أيضا شبيهة تتناقص، تناقص الباك EMF the decreased back EMF allows a large current to flow through the armature and larger current means increased driving torque. Thus the driving torque increase as the motor slow down. هنا نقصان الباك EMF شنو وش ينتج عنه؟ ينتج عنه زيادة في التيار، فزيادة التيار ايش تنطي؟ تنطي زيادة بالتورك، لأن اكو هنا لود يحتاج تورك، فهذه الزيادة بالتيار تنتج عنها زيادة بالتورك اللي هي الاوتبوت للود. The motor will stop slowing down when the armature current is just sufficient to produce the increased torque required by the load. هنا احنا قلنا هسه بالبداية اذا الموتور loaded، هنا صار حمل على الموتور، بدأ الارميتشر يكون slow down وتتناقص الباك EMF ينتج عنها زيادة بالارميتشر current وبالنتيجة زيادة بالتورك. شو وقت يتوقف هذا الداون اللي يصير بالارميتشر؟ يتوقف لحد ما يكون التيار ينتج عنه تورك كافي للود. بهاي الحالة هنا راح يصير ستوب للسلون داون للارميتشر، لان شنو التورك صار كمية التورك او التورك اللي ناتج المتولد كافي لسد اللود اللي على الارميتشر او على الموتور. هنا بحالة اللود يقل بالموتور، اللود اللي على الموتور يبدي يتناقص، معناته شنو؟ التورك أيضا يتناقص، لأن اللود قل فيحتاج تورك أقل. إذا التورك قل هذا الشي ينطي يخلي الأرميتشر accelerated، يتسارع الأرميتشر، يتسارع تسارع الأرميتشر هو شنو؟ زيادة سرعة، الأرميتشر speed increase. هنا زيادة السرعة ايش تعني؟ لأن التناسب ويا الباكي ام اف طردي، فزيادة السرعة يعني زيادة الباكي ام اف، وبالنتيجة يعني تستنتج عنها او ينتج عنها هو نقصان في الارميتشر كرنت. زين، فهسه هنا زيادة التورك او زيادة التورك بحالة اللود يعني شنو؟ يسحب تيار اكثر، فمعناته شنو؟ يصير سلو داون بالارميتشر والسرعه تقل. هنا نقصان اللود في الموتور يعني شنو؟ يحتاج تورك اقل فيقابله تسارع بالارميتشر، زياده السرعه ينتج عنه زياده بالباك EMF.
زيادة الباكي ام اف هي شنية؟ نقصان الارميتشر تقابلها نقصان الارميتشر كرنت، لان احنا قبل شوية ذكرنا المعادلة الاي اي الارميتشر كرنت شو يساوي لي؟ في ناقصا الفولتية تساوي لاي ناقصا الباكي ام اف على الار اي، فهي الباكي ام اف اذا زايدت يعني شنو؟ نقصان الارميتشر كرنت. فخلاصة هذا الكلام هنا تبين ان الباكي ام اف هي السيلف ريجوليتنج للماشين، او الاهمية سيجنيفيكانس للدي سي موتور او الدي سي ماشين. فولتج اند باور اكويشنز اوف دي سي موتور، نجي المعادلة الفولتية والباور للدي سي موتور. هسه معادلة الفولتية، الفولتج سبلاي تساوي الباكي ام اف اللي هي طبعا معاكسة للفولتج سبلاي، فراح اساوي للباكي ام اف زائد الارميتشر دروب الاي اي ار اي. هنا هاي معادلة الفولتية تساوي لي بالموتور، انتبهوا الاشارات تغيرت عن الجنريتر، تساوي لي الباكي ام اف زائد الاي اي ار اي. زين، لان هنا الكرنت شنو راح يكون؟ انبوت، جزء للارميتشر وجزء للفيلد. زين، هسه هاي بالنسبة معادلة الفولتية. اذا نريد نحصل معادلة الباور، الباور هي شنو؟ الفولتية في التيار، فراح نضرب معادلة الفولتية الطرفين نضربهم في الارميتشر كرنت في تيار الارميتشر. هذه المعادلة من نضربها في الارميتشر كرنت يساوي لي الفي اي اي طرفين، راح يساوي لي الباكي ام اف في الارميتشر كرنت زائدا هنا مربع التيار في الار اي. زين، ضربنا هاي المعادلة دخلنا عليها الارميتشر كرنت حتى نحصل على الباور اكويشن، حتى نحصل على معادلة الباور. زين، هسه نجي للفي في الاي اي، الفولتية السبلاي في الارميتشر كرنت اللي هو هذا، هاي تعادل لي الالكتريكال انبوت تو ذا ارميتشر. هنا تعتبر هذه الانبوت للارميتشر الالكتريكال باور. زين، الاي بي اي اي الكتريكال اكوفالنت اوف ميكانيكال باور ديفلوبد ان ذا ارميتشر. هنا هسه الفي اي اي هي الانبوت او الالكتريكال باور اللي هي انبوت، الاي بي اي اي هي شنو؟ تعاد تكافئ لي الميكانيكال باور اللي وين موجودة أو تتولد في الأرميتشر، هي منين تجي؟ من الباكي إي إم إف في الأرميتشر كرنت. مربع التيار في المقاومة هاي تعتبر كوبر لوسز إن ذا أرميتشر، تعتبر اللوسز، فهنا نعتبر هاي الإلكتريكال باور تساوي لي الباور اللي تكافئ الميكانيكال باور في الأرميتشر زائد اللوسز أيضا في الأرميتشر. زين، فهسه هنا الارميتشر كرنت مربع التيار في الارميتشر ريزيستانس هي اللوسز. هنا اذا قسمنا، اذا اريد نحسب ككفاءة، نقسم الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت هو اعتبرناه الميكانيكال باور الاي بي اي اي، على الانبوت هو الفولتية السبلة في الارميتشر كرنت. فالاوتبوت على الانبوت هو شنو؟ الافشنسي، الكفاءة. فالارميتشر كرنت هسه هنا يختصر لان هو نفسه، فتنطيني الاي بي على الباكي ام اف على الفولتية، هي تعتبر الكفاءة. فكل ما كانت الباك اي ام اف عالية كل ما تكون كفاءة افضل. condition for maximum power، هنا هسه ناخذ شرط الماكسيموم باور. الميكانيكال باور هي بي ام، هسه نمزلها يساوي لي ذكرنا الباكي ام اف في التيار، يعني هي الباور اللي بالارميتشر. زين، فهسه من هاي المعادلة، هسه هذه المعادلة، فراح نعتبر الباكي ام اف في الارميتشر كرنت هو الميكانيكال باور اللي هسه رمزنا لها بي ام. ايش راح تساوي لي؟ الفي في الارميتشر كرنت، فولتج سبلاي في الارميتشر كرنت ناقصا مربع التيار في المقاومه. نعم، هذا المعادله، فولتج سبلاي في الارميتشر كرنت ناقصا مربع التيار في الارميتشر.
زين هاي معادلة الميكانيكال باور. هسه أريد أحصل على ماكسيموم باور. الماكسيموم راح هنا أسوي لها اشتقاق ديفرنشيال للمتغير. هنا عندي المقاومة ثابتة والفولتية أيضا، فولتية سبلاي ثابتة، فراح يصير الاشتقاق بالنسبة للأرميتشر كرنت. نشتق معادلة الميكانيكال باور بالنسبة للأرميتشر كرنت وأساويها للصفر، ليش؟ حتى نحصل على الماكس. فهسه نشتق هاي المعادلة بالنسبة للأرميتشر كرنت، ف VIA راح تبقى بس V ناقصا هنا 2 في تيار الأرميتشر كرنت في المقاومة تساوي لي صفر. هسه أجل هاي V ناقص 2 IARA يساوي صفر، راح أنقل ال IARA وأقسم على 2، فتبقى ال IARA الأرميتشر دروب تعتبر هذه تساوي لي الفولتية مقسومة على 2. هنا قيمة الأرميتشر دروب أعوضها في معادلة الفولتية. هاي هي معادلة الفولتية تساوي الباك إم إف زائد آي إي آر إي، ويساوي لي الباك إم إف والآي إي آر إي أعوض بمكانها في على 2. فهنا شنو راح تصفى المعادلة؟ الفي تساوي الباك إم إف زائد في على 2. بس إذا أريد أطلع الباك إم إف شو يساوي لي؟ في ناقصا نصف الفي، فتبقى في على 2. قيمة الباك إم إف هي في على 2. إذا الماكسيموم أو الكونديشن فور ماكسيموم باور، شرط الماكسيموم باور هو إذا الباك إم إف قيمتها هي نصف السبلاي فولتج. Hence the mechanical power developed by the motor is maximum when back EMF is equal to half the applied voltage. هذا هو شرط الماكسيموم باور. مثال a 4 pole and 30 conductor lab 1 DC shunt generator with terminal voltage of 200 volts delivering 12 ampere to the load has RA 2 هنا ohm. زين هنا هسه منطي شنط جنريتر هنا وال number of pole 4 و 32 number of conductor، ومنطي terminal voltage 200 volt، والتيار اللي supply او للود هو 12 ampere، لان هنا شنو عندنا جنريتر. هسه هو هذا الشكل، فالاوتبوت كرنت لان جنريتر فهذا 12 امبير. مقاومة الارميتشر هي 2، ومقاومة الفيلد سيركت بما انه شنط، اذا مقاومة الشنط هي 200 اوم. It is driving at 1000 RPM سرعة 1000 revolution per minute. Calculate the flux per pole in the machine. If the machine has to be run as a motor with the same terminal voltage and run drawing 5 ampere from the main maintaining the same magnetic field, find the speed of the machine. ناس بحالة الجنريتر هنا بالبداية راح تكون المشين تشتغل كجنريتر طالب الفلكس بير بول للمشين. فالفلكس معادلة اللي نستخرج منها الفلكس هي منين؟ من الاي جنريتر يساوي لي الفلكس في زت نمبر اوف كوندكتر في السرعة على 60 في بي على اي، وهنا مقسومة على 60. هاي شنو هي معادلة الاي جنريتر؟ فبالبداية نحتاج نطلع الانديوست اي ام اف او القوة الدافعة الكهربائية للجنريتر. الاي جنريتر شو يساوي لي؟ الفولتية تيرمينال مالت اللود هنا زائدا ال اي اي ار اي. فال اي اي هنا منطيني شقد يسلم للود 12 امبير، منطيني مقاومة الشنط 200. اذا تيار الشنط شنو؟ الفولتية على المقاومة، فميتين على 200 واحد. اذا الارميتشر كرنت شقد يساوي لي؟ 12 زائدا الشنط كرنت اللي هو 1 في 13. هذا هو الارميتشر كرنت للجنريتر في مقاومة الارميتشر 2. طلعنا الاي جنريتر. هسه هنا هذن البقية كلهن
معلومات بالسؤال، number of pool منطيها، أربعة number of pool. وبما أنه lab wound نوع ال winding هو lab، إذن ال number of pool هو نفسه number of parallel path في يساوي لل a. فهنا ال number of conductor 32 في هاي 32، لأن هنا الflux يساوي لهذا الflux، فراح يساوي لي 226 اللي هي ال e generator في 60 في البارال باث مقسومة على السرعة في النمبر اوف كوندكتر، هنا تطلع الفلكس. المطلب الثاني يقول هنا المشين راح تشتغل كموتور، فنفس التيرمينال فولتج بس اشرح ايش قد تنطي التيار 5 امبير يدخل لها، لان موتور هنا التيار عكس، مو هنا اتجاه يسلم، المفروض عكس، خطأ هنا. فهنا التيار يكون انبوت للارميتشر وجزء منه يروح للشنط، بما أنه نفس التيرمينال فولتج فبقى الشنط كارنت هو واحد، 200/200 واحد، هذا هو الشنط كارنت. ومنطي الانبوت هو 5، إذا الارميتشر كارنت إيش راح يساوي لي بالموتور؟ هو الاي الانبوت ناقصا الاي شنط، هنا مجموع هنا لا طرح، لأن الاتجاه اختلف، فالارميتشر كارنت راح يكون 4 امبير. هو يريد السرعة ويقول الفلكس راح يبقى نفسه، فالسرعة نفس الشيء يحتاج أطلع الـ E الباك EMF، بما أنه موتور باك EMF بالجنريتر هنا أنا ميزناها سميناها E generator، فالباك EMF يساوي للـ V terminal voltage ناقصا اختلفت الإشارة الارميتشر كارنت في المقاومة، طلعت للباك EMF. بعدين أطبق القانون اللي هو مالت الـ EMF للموتور، أطلع منعتها السرعة، وبقية الثوابت نفس القيم بالنسبة للـ number of conductor اللي هو الـ Z والـ P والـ A نفس الـ. وبالسؤال ذكر الflux نفسه، فقط راح تختلف الـ back EMF، وأيضا تختلف السرعة اللي هي 850 revolution per minute. هذا المثال يوضح المشين كجنريتر و موتور بنفس الوقت. Armature torque of DC motor، حساب الارميتشر تورك، عزم الارميتشر للDC motor. هنا التورك شو كت يكون عندي؟ إذا كان عندي turning دوران أو twisting moment. هنا إذا كان عندي دوران أو التواء twisting، طبعا الدوران أو التويستينج يكون تأثير قوة، وهذا القوة تكون حول axis. فهسا إذا أريد نحسب التورك شو يساوي لي القوة في نصف القطر، سنعتبر هذا البولي يدور حول نصف القطر مركز معين، يكون الآر هو نصف القطر إله، هاي القوة اللي هي عمودية على نصف القطر، ويدور بسرعة n revolution per second. فالتورك هسا لهذا البولي إيش راح تكون يساوي لي الفورس في آر، زين القوة في نصف القطر نيوتن متر. إذا أريد أحسب work done by this force in one revolution، راح أحسب الشغل لدورة كاملة واحدة، إيش راح أضرب؟ طبعا هي الفورس في الدستانس، الورك شو يساوي لي الفورس في الدستانس، بما أنه هي one revolution فأضرب الفورس في الدورة الوحدة اللي هي شو تمثل لي محيط الدائرة 2 by R، الفورس في 2 by R تعطني الورك جول. الباور ديفلوب نضرب الورك في السرعة، فالفورس في 2 by R هذا هو الورك في السرعة. زين هسا اجي نرتب هذه، الفورس في نصف القطر في 2 by N، الفورس في نصف القطر هو يمثل لي التورك هاي، والتو باي ان هي الانجولر فيلوسيتي. زين هاي التو باي ان هي الانجولر فيلوسيتي اللي هي الاوميجا، وهنا عندي الفورس في نصف القطر هو التورك.
فهنا الـ power developed راح شو تكون معادلاتها؟ التورك في الـ angular velocity بالواط، هاي هي الـ power، معادلة الـ power. زين إذا الآن السرعة هنا revolution per second، السرعة هنا. إذا per minute فراح تساوي الـ angular velocity 2 by n على 60 radian per second. فهنا الـ power شو راح يساوي لي 2 by n على 60، راح تتغير معادلة تتقسم على 60 في التورك. فالـ p يساوي لي 2 by على 60، هذا رقم ثابت في السرعة في التورك. هذا الرقم الثابت راح يتقسم يطلع 1 على 9.55، فتبقى الـ power تصف المعادلة سرعة في التورك على 9.55. هاي هي معادلة الـ power. Armature torque of a motor. هسه نجي هنا للarmature torque. هنا يعتبر هذا التورك بالمعادلة السابقة، التورك اللي هو للأوتبوت. يعني هسه إذا أريد أحسب التورك من هذه المعادلة، التورك شو يساوي لي؟ يساوي 9.55 في الأوتبوت باور على الـ N، هذا الأوتبوت. إذا أريد نحسب الأرميتشر تورك، أرميتشر تورك اللي يكون developed by armature، يعني داخل الأرميتشر، يساوي لي الـ power developed يساوي لي الأرميتشر تورك في 2 by N، اللي هي سهنانة تقريبا اشتقيناها هنا، هذا تورك الـ F في الـ R هو تورك في 2 by N. هاشين الـ power developed وين؟ بالأرميتشر. زين من معادلة ثانية اللي هي معادلة الباور، الكتريكال باور، شنو شي قلنا الميكانيكال باور شو يساوي؟ الباك اي ام اف في الاي اي، ذكرناها بمعادلة الباور، الباك اي ام اف في الارميتشر كرنت. فهسه هاي ايضا تعتبر الكتريكال باور، اساويها ويا الباور هذه، معادلة هذه شو راح اساوي لي؟ اساوي المعادلتين، تورك في 2 باي ان يساوي لي الباك اي ام اف في الاي اي. زين الباك اي ام اف معادلته شنو؟ هاي الاكويجن اللي هي للباك اي ام اف، الفلكس في الزد في السرعة بي على اي. زين اعوضها مكان الباك اي ام اف بهاي المعادلة، فالارميتشر تورك في 2 باي ان تنزل يساوي لي الباك اي ام اف، نعوض بذاك هاي المقدار. وبعدين ينضرب في الارميتشر كرنت، تتبسط هنا. يعني ابقى بس الارميتشر تورك راح يساوي لي 1 على 2 باي في الفلوكس في نمبر اوف كوندكتر اللي هو الزيت في الاي اي، هاي مو نوت اي اي، يعني الارميتشر كرنت بي على اي. 1 على 2 باي راح يصير 0.159 في هنا، هاي المعادلة النهائية في الفلوكس زد أرميتشر كرن بي على اي، هاي المعادلة النهائية للأرميتشر تورك. زين من هاي المعادلة نقدر نستنتج انه الأرميتشر تورك يتناسب ويا المتغيرات اللي بهاي المعادلة. هنا عندنا ثوابت مع كل ثوابت ما عدا المتغير هو الفلوكس والأرميتشر كرن. فهنا نستنتج الأرميتشر تورك يتناسب ويا الفلوكس والأرميتشر كرنت. ها ارميتشر تورك يتناسب ويا من؟ ويا الفلوكس والارميتشر كرنت، والبقيه هي ثوابت. الفلوكس ويا من يتناسب؟ حسب الفلوكس يتناسب حسب التيار اللي يمر بالملف. فهنا اذا مثلا عندنا نوع الربط سيريز، فالفلوكس ويا من يتناسب؟ ويا الارميتشر كرنت، لان التيار اللي يمر بالفيلد شنو؟ نفسه هو الارميتشر كرنت. فمعناته هنا الفلوكس ويا الارميتشر كرنت، واصلا هنا الارميتشر كرنت موجود بالمعادله، فبالسيريز راح الارميتشر تورك يتناسب ويا مربع التيار للارميتشر. بالشنط الفلوكس راح يكون ثابت، لان الشنط كرنت هو ثابت. الشنط كان شو يساوي للفولتية على
الأرشنت اثنيناتن ثوابت، في التيار ثابت إذا الفلكس ثابت، فهنا التورك فقط راح يتناسب ويا الأرميتشر كرنت. هاي هنا نستفاد منها إذا توجد مثلا حالتين سرعتين مختلفات، فهنا تناسب التورك في حالة السيريز ويا مربع التيار، وفي حالة الشنت ويا فقط تيار لأن هنا فلكس ثابت. والعامل الجنرال هي التورك يتناسب ويا الفلوكس والارميتشر كرنت. نعم معادلة التورك الارميتشر تورك ايضا اقدر اطلعها من اللي هي قبل شوي اشتقيناها، يعني بالارميتشر تورك يساوي لي 9.55 في الاي بي اي اي، هي الميكانيكال اللي تكافئ لي تعادل لي الميكانيكال باور على السرعة. الشيفت تورك هنا ايش يقصد بالشيفت تورك؟ هو نفسه اليوسفول تورك. هسه احنا بالارميتشر تورك هو الاوتبوت ارميتشر تورك اللي هو يعتبر التورك اللي متكون داخل الارميتشر، جزء منه يروح لوسز ويصفى منه الشيفت تورك اللي هو او اليوسفول تورك هو الاوتبوت تورك اللي هو راح يروح للود الاوتبوت. فهسه الشيفت تورك نقدر منين نحصله؟ من الاوتبوت على 2 باي ان، هي نفس المعادلة فقط نستخدم الباور هنا نفسها 9.55 بس هنا اخذ الباور للاوتبوت على السرعة. زين فهنا اذا يعني هسه احنا قبل شوي اخذنا الارميتشر تورك ناقصا الشيفت تورك شي ينطيني اللوسز. زين لان احنا قلنا اللوسز المتكون بالارميتشر هو المتكون بالارميتشر قبل لا تروح من اللوسز. الاوتبوت هو الارميتشر تورك ناقص اللوسز ينطيني الشيفت تورك. زين فهسه معادلة الشيفت تورك شو يساوي لي؟ هسه هنا لان هو بالبداية ماخذ الاوتبوت على 2 باي ان، نفس الشيء ينطيني 60 على 2 باي ينطيني الكونستانت هذا 9.55 الاوتبوت باور على السرعة. ها هو معادلة الشيفت تورك. زين هنا ذاكر يعني معادلة الباك ام اف نقدر نحسبها من ال V ناقص الارميتشر دروب اي اي ار اي او من هاي الاكويشن للباك ام اف. المثال الاول على التورك هنا determine develop torque and shift torque of 220 فولت 4 بول سيريز موتور with 800 conductors with connected supplying a load of 8.2 كيلو وات by taking 45 ampere from the main. The flux per pole is 25 milliampere and its armature circuit resistance is 0.6 ohm. بهذا المثال طالب determine develop torque، يعني احنا ذكرنا develop torque يعني التورك اللي متكون بالارميتشر، يعني الارميتشر تورك. الارميتشر تورك معادلته اللي هي الجاهزة اللي اشتقيناها قبل شوية 0.159 في الفلوكس 25 ملي وبر 25 في 10 سالب 3 في النمبر اوف كوندكتر 800 في الاي اي هنا ارميتشر كرنت اللي هو 45 امبير في النمبر اوف بول 4 على البارل باث بما ان هنا ويف اذا 2 البارل باث. هاي مباشرة طلع الديفلوب تورك او الارميتشر تورك. ثاني شيء يريد الشيفت تورك. الشيفت تورك احنا قلنا هو اللي على الاوتبوت او اليوسفول تورك. زين فشي اللي هي هاي معادلته 9.55 الاوتبوت على السرعة. الاوتبوت هسه هنا منطي سبلاينج الود اوف منطي الاوتبوت باور 8.2 كيلو وات، فقط بقى عندي السرعة لازم استخرجها. السرعة منين استخرجها؟ من معادلة الباك ام اف. هذه المعادلة
فبالبداية لازم نطلع الباكي ام اف. الباكي ام اف يساوي لي الفولتية سبلاي اللي هي 220 ناقصا اي اي ار اي الارميتشر كرنت 45 في الار اي 0.6 طلعنا الباكي ام اف. من الباكي ام اف اطبق هاي المعادلة، فقط الان هي المجهولة، تطلع لي قيمة السرعة، السرعة ريفوليوشن بير سكند. طبعا هنا ما قسمها على 60 فطلعت بير سكند، لذلك المعادلة الأخيرة أيضا ما قسم على 60، يعني ما طبق هاي أم 59 لأن ما مقسم على 60. فإذا تردون أنتم من البداية قسموا على 60 حتى لا تخربطون وتطبقون هاي المعادلة، أو نفس ما مسويها سهو بالمثال. فإذا قسمنا على 60 تطلع revolution per minute، إذا قسمنا على 60 أطبقها هنا تطلع لي نفس القيمة للشيفت تورك. زين، هذا هو يعتبر الأوتبوت. طبعا هنا الشيفت تورك قسمنا الباور الأوتبوت باور اللي منطيها بالسؤال على 2 باي N اللي هي 2 باي في السرعة، فاستخدمنا هنا الاوتبوت باور لان هنا عندي التورك اللي هو للشفت. المثال الثاني 220 فولت دي سي شنت موتور runs at 500 rpm when the armature current is 50 ampere. Calculate the speed if the torque is doubled given that RA 0.2 ohm. هنا منطي تيرمينال فولتج 220 ونوع الموتور شنت، منطي السرعة الأولى اللي هي 500 ريفوليوشن بير مينت، ومنطي بهذه السرعة شقد هو التيار اللي هو 50 أمبير. زين، هاي بالسرعة إذا كانت 500، يريد شقد السبيد إذا التورك ضاعف، وهاي مقاومة الأرميتشر ريزيستنس. فهنا شلون اطلع السبيد اذا التورك ضعف؟ السبيد ان 2 الى ان 1 ويا من يتناسب ويا الباكي ام اف الثانية على الباكي ام اف الاولى، نفس التناسب اخذناه بالجنريتر لان نقسم المعادلتين. الباكي ام اف يساوي لي يساوي الفلكس في الزد في الان بي على اي 60 اي، فكلهم ثوابت. وبما انه اني شنت موتور فهنا أنا راح الباكي ام اف يتناسب ويا الان السبيد، فتناسب اذا اخذ حالتين فان 2 الى ان 1 راح يتناسب ويا الباكي ام اف 2 الى الباكي ام اف الاولى. الباكي ام اف الاولى اقدر اطلعها هي الفي ناقصا اي اي ار اي، وهاي موجوده معلومه بالسؤال. الان 1 ايضا موجوده، بقى عندي الباكي ام اف الثاني، شو يحتاج؟ ارميتشر كرنت الثاني. منين اطلع الارميتشر كرنت الثاني؟ عندي معلومة يقول التورك تضاعف، التورك اخذناه احنا ويا من يتناسب ويا الفلوكس والارميتشر كرنت اثنيناتهم. الفلوكس ثابت ليش؟ لان هنا شنت موتور، فالارميتشر شنت كرنت ايضا ثابت، فقط راح يتناسب التورك ويا من؟ ويا الارميتشر كرنت. فراح هنا الارميتشر تورك للحالة الثانية مقسوم على الحالة الاولى يساوي للكرنت بالحالة الثانية ايضا مقسوم على الكرنت بالحالة الاولى. زين، هنا الارميتشر تورك بالحالة الثانية ضعف الاولى، فهنا راح يصير 2 لان تضاعف، يساوي للارميتشر كرنت الثاني على الارميتشر كرنت الاول اللي هو 50 امبير. اذا هنا استخرجنا الارميتشر كرنت الاول الثاني يساوي لي 100 امبير، لان هو بما انه ضاعف التورك والتناسب طردي، اذا ايضا الارميتشر كرنت ايضا راح يضاعف 50، يعني يضاعف يصير 100. فهنا الباكي ام اف بالحاله الثانيه يساوي لي تيرمينال فولتج ناقص الارميتشر دروب، طبعا ناخذ التيار 100 في المقاومة، طلع الباكي ام اف الثاني. طبقها بهاي المعادلة، فقط هي المجهول راح يكون سرعة ثانية، هنا تطلع السرعة الثانية اللي هي 476 ريفوليوشن بير مينت.
juncture of 6 volt 6 circuit DC shunt motor takes 400 ampere at a speed of 350 revolution per minute. هنا منطيني الارميتشر منطيني number of volts 6 و 6 circuit. هنا 6 دوار يعني number of parallel path ما منطيني نوع الفلاب او wave wand. منطيني number of parallel path 6 DC shunt الموتور منطي السرعة والتيار. The flux per pole منطي الflux 80 ملي وبر. The number of armature turn is 600 and 3% 3% of the torque is lost in windage and friction and iron loss. منطي شقد نسبة الخسائر بالتورك 3% هي خسائر للتورك. calculate the brake horsepower. brake horsepower يعتبر هي الباور الاوتبوت باور بس مو بالكيلوات بالهورس باور زين قدرة حصانية. هنا هسه يطلب الاوتبوت باور بالنسبة للموتور. نحتاج احنا الاوتبوت عندنا الارميتشر developed الباور اللي متكونة بالارميتشر اللي هي ميكانيكال باور هي الباك اي ام اف في الارميتشر كرنت. زين نضرب الارميتشر كرنت في الباك اي ام اف فنحتاج نطلع الباك اي ام اف. هذا السؤال هو حالها بطريقة الانجولر فيلوسيتي والتورك. انا راح احلها بطريقة ثانية اسهل ومختصرة جدا. يعني هنا نطلع بالبداية الباك اي ام اف هي الفلوكس هذا قانون معتاد الفلكس في الزيت number of conductor. هنا منطي 600 turns number of turns فأضرب 600 في 2 حتى أحط الصل number of conductor في السرعة موجودة 350/60 في number of parallel path على البول على number of parallel path تطلع لي الباك EMF. أضربها في الأرميتشر كرنت شو يطلع لي الباك اي ام اف في الارميتشر كرنت يطلع لي الاوتبوت باور بس وين بالارميتشر يعني مو اليوسفل. اذا هو بالسؤال ذكر اللوسز شقد مقداره 3% فمعناته بقى شقد من الارميتشر تورك او الارميتشر باور بقى 97%. فنضرب الباك اي ام اف في 400 الباك ام اف في الارميتشر كرنت تنطيني ها هي 217.27 كيلو وات. هاي بالكيلو وات هذا شنو هو هو النت اوتبوت يعني الاوتبوت وين في اليوسفل بعد ما ضربناها في 0.97 في 6180 6180 هذا يعتبر و15 يعتبر الباكي ام اف في الارميتشر كرنت. اضربها بعد ما اوخر اللوسز اللي هو 3% ايش قد ينطيني الاوتبوت العفو هذا التورك. هنا تورك احنا ما راح ندخل التورك بهاي الحسابات راح نضرب الباكي ام اف في الارميتشر كرنت قلنا هذا الاوتبوت باور للارميتشر نضربها في 97% بعد ما وخرنا الخسائر تطلع لي هنا 217.27 اللي هو شنو هذا يعتبر الاوتبوت هنا بالكيلوات حتى احصل للهورس باور راح اضربها في هنا 0.746 اللي هو شنو يعتبر الون هورس باور يعتبر اذا اضربها في هذا الرقم تتحول الى الهورس باور. واحد هورس باور يساوي لي 0.746 كيلو وات راح تنطين مقدار 291.25 هورس باور هذا الاوتبوت. هسه راح اعيد المثال هو يريد الاوتبوت هورس باور الاوتبوت هورس باور يعني الاوتبوت باور بالكيلو وات نحولها الهورس باور. زين الاوتبوت هو شنو هو نفس الاوتبوت بالارميتشر بس شنو نطرح منه الخسائر. الاوتبوت بالارميتشر هو الباكي ام اف
نضربها في الارميتشر كرنت. الباك اي ام اف طلعناها من هذا القانون، والارميتشر كرنت من طيب السؤال، هذا هو شنو يعتبر الاوتبوت بالارميتشر، اضربها في 97%، لان الخسائر 3%، فش يبقى ايش قد يبقى 97%، ينطيني 217، هذا هو الاوتبوت حصلته بالكيلوات. هو رايده بالهورس باور، نضربه في ايش قد يكافئ الهورس باور، ايش قد يكافئ الكيلوات، يطلع لي بالهورس باور. يعني هنا صرت تقريبا 4 خطوات مقابل هذا الحل. هذا المثال the armature winding of 200 volt 4-pole series motor is lab connected. There are 280 slots and each slot has 4 conductors. The current is 45 ampere and the flux per pole is 18 milliampere. The field resistance is 0.3 ohm. The armature resistance 0.5 ohm. And the iron and friction losses total 800 واط. The pulley diameter is 0.41 meter. Find the pull in newton at the rim of the pulley. نرايد الفورس، البول ان نيوتن يعني فورس بالنسبة للبولي. الفورس يساوي لي العفو التورك، الفورس منين نستخرجه؟ من التورك، لأن التورك شي يساوي الفورس في نصف القطر. هنا منطق الدايميتر 0.41، يعني أقدر أطلع نصف القطر. فشي يحتاج لي الشيف تورك، لأن احنا الشيف تورك هو يساوي لي الفورس في نصف القطر. الشيف تورك شي يساوي لي؟ يحتاج 9.55 في الاوتبوت باور على السرعة. يعني احتاج الاوتبوت باور واحتاج السرعة. السرعة منين اطلعها؟ اطلعها من هذا القانون، يعني احتاج للباك اي ام اف. فالباك اي ام اف يساوي لي الفولتية ناقصا الارميتشر دروب. فولتية موجودة والارميتشر دروب، هنا عندي نوع الموتور سيريز، فاجمع المقاومتين، مقاومة السيريز ويا الارميتشر، واضربها في الارميتشر كرنت اللي هو 45، تطلع لي الباك اي ام اف. من طلعت للباك اي ام اف اقدر اطلع السرعة، اضرب الفلكس النمبر اوف كوندكتر. هنا النمبر اوف كوندكتر منطيني النمبر اوف سلوتس، ومنطيني كل سلوتس ايش قد يحتوي كوندكتر، فأضرب الأربعة في 280 تعطيني number of conductor total. في السرعة هي اللي مطلوبة، P على A. نعم number of pool هو 4، وبما أنه lap ذا المساويات تطلع لي السرعة. طلعت السرعة، أحتاج بعد الأوتبوت. الأوتبوت شي يساوي لي؟ الأنبوت ناقصا total losses. الأنبوت شنو هو؟ موتور. فالأنبوت هو ال V في التيار 45 يساوي لي total input. اللوسز هي شنية؟ الديكوبر لوسز والكونستانت أو الايرون اند فراكشن لوسز. الكوبر لوسز هي مربع تيار الارميتشر في المقاومة، هاي الكوبر لوسز. الايرون اند فراكشن لوسز منطيها بالسؤال 800 واط، اجمعهن تطلع total losses. فالاوتبوت يساوي لي الانبوت ناقصا التوتال لوسز، هاي طلع الاوتبوت. اذا هسه اقدر اطلع الشيف تورك، يساوي لي 9.55 في الاوتبوت 9580 على السرعة، هذه هي السرعة. هنا طلعت الشيف. فهسه اجي التورك شي يساوي لي؟ اللي هو هذا 128.8 التورك، يساوي لي الفورس في نصف القطر. فهنا طلعت قيمة الفورس بالنيوتن 634 نيوتن.